رجعنا لكم لسه مكملين كلامنا معاكم عن موضوع النحافة. يعني هل النحافة فعلا بقت موضة قديمة زي ما فيكتوريا بيكهام قالت ولا لا؟ طبعا احنا يعني الموضوع ده ليه قلناه او الخبر ده ليه قلناه، ده يفتح الكلام معانا هنا في الاستوديو مع بعض، انه هل معايير الجمال اختلفت عن زمان؟ زمان كان دايما البنت الحلوة هي اللي شعرها اصفر واللي عينيها خضراء والملونة والرفيعة واللي جسمها يليق عليه اي لبس طبعا، اما الست التخينة او اللي هي ممتلئة شوية فدي يعني جمالها أقل شوية، أو مثلا الجمال اللي هو الشرقي أو إن هي تبقى سمرة مش حلوة قوي. يعني كانت في معايير كده دايما محطوطة للناس ما بيتحركوش عنها، لكن دلوقتي أنا شفت إن يعني بدأت أخد بالي إنه كمان السوشيال ميديا غيرت معايير الجمال نهائيا، وخصوصا يمكن ده بيستغلوه من خلال مصممين الأزياء العالميين، زي ما كنت بقول لكم كده قبل الفاصل في فكرة إنه ممكن راجل مثلا مصمم الأزياء العالمي ده يستعين بموديل شعرها كيرلي مثلا مجعد جدا، أو مثلا بنت سمراء جدا وجميلة جدا تبقى ملفتة، ممكن برضو يستعين بسيدة ممتلئة الجسم. عشان ليه؟ لأنه الهدف منه أن أنا ما بخاطبش واحدة رفيعة وطويلة وعندها مقاييس اللي هي اللي احنا كلنا عارفينها من زمان، أنا بخاطب الست الممتلئة اللي هي ممكن يكون نفسها تلبس ديزاين معين ومش قادرة تلبسه لأنه محطوط في قالب معين، أو أن البنت اللي شعرها كيرلي مثلا أو مجعد قوي شايفة أن هي مش حلوة أو الناس ممكن تتنمر عليها. فدي رسالة إنسانية جميلة جدا بدأت توصل للناس كلها، وبدأوا الناس كمان يتكلموا فيها على مستوى العالم، إنه يا جماعة البنت أو الولد كمان يعني مش لازم البنت بس جميلة بروحها وبشكلها اللي ربنا مميزها بيه. الله يبارك لك يا نوران والله. طالما دخلتي الولد في الموضوع الله يبارك لك. أيوة انا كنت فاكر ان احنا نتكلم بس في لا مش شرط، ممكن نتكلم كمان على الولاد. فعلا طلعت فتره قبل كانت قبل الكورونا على طول، ان معظم ممكن يكون في نجوم مثلا هوليوود وكده كنا بنشوفهم مثلا في افلام يبقوا عاملين شيب قوي قوي، بعدين بعد كام سنه تلاقيتهم بقوا مثلا تخنوا شويه عادي ومتصورين على البحر او اي حاجه، فبتلاقي ان انت مع الوقت لا ان ده اتغير. وجت طلعت حتى كده كان في هاشتاج معمول كده فتره اللي هو يقول لك ايه خلاص بقى ما مش هنروح الجيم ولا مش هنعمل ايه وعادي يعني يا جماعه بقى وادي جت الكورونا وتخنا. فبقيت ما اعتقدش ان المعايير بقت بتتقاس بس بالجسم، حتى لو على الرجاله يعني، وانا هنقدر يعني انت ممكن تكوني اكتر قادره تتكلمي على حته البنات والستات لان هتبقى اكثر درايه مننا بحته زي دي، لكن حتى على الرجاله لا الموضوع اختلف. في كتير من الشباب الرياضه والشيب السليم وبتاع، بس ده ممكن يكون راجع للحته اللي زيك. ايوه انا عارف يبصولي انا عارف انا كموديل يبصولي يبصوا ازاي الجسم بيبقى نحيف، ازاي الجسم بيبقى مظبوط ممشوق، في حاجات تانية بتتقال في الجسم هشوف انت يعني تحفه مش هينفع والله يا استاذ كريم، كان بودي بس مش هينفع عشان انا مش هتكلم انا لا تعليق لا يا جماعه والله اصل انا بس بقول عايز اقول حاجه هو موضوع ان الواحد يبقى في شيب طول الوقت ده مش دايم يعني مفيش مثلا حتى الابطال العالميين بتوع كمال اجسام مثلا مش طول الوقت هو في الفورمه بتاعته العظيمه دي طول الوقت، ده هو بيعمل مجهود خارق عشان البطوله وبعد كده بياخد طبعا ريست كبير وبيدي لجسمه وقته برده عشان يستريح من المجهود اللي عمله. نفس الكلام في الممثلين والموديل والناس دي كلها. ودلوقتي طبعا احنا بقى عايزين نشوف سكه في موضوع الموديل ده عشان ياخدونا بقى 20. لا لا هشوف لك سكه ان شاء الله يا خطيب، بس نعرف راي ريم بس وبعد كده اشوف لك الموضوع ده. يا ريم ازيك؟ الو ازيك يا ريم؟ تمام الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه رايك في كلام فيكتوريا بيكهام اللي كانت بتقول ان النحافه بقت موضه قديمه خلاص؟ والله يا جماعه احنا كنا بنقول كده من بدري قوي، بس هي الناس كانت لسه مصممه ولسه فين ان الشعر الاصفر والجسم الممشوق النحيف قوي ده هو الحاجه الجميله، الناس المفروض بقى تقول ان هي دي جميله، بس يعني احنا من زمان بنحاول بقى ان نقول لهم لا، يعني الجسم الطبيعي، ثقه البنت في نفسها، صح. الشعر الكيرلي العادي هو ده الاهم، يعني هي مش كل الناس شايفه ان البنت البلوند هي الجميله والبنت السمراء شويه او اللي شعرها كده مش جميله، فهي بتبقى حاجه نسبيه يعني. صح مظبوط. يعني ممكن يكون يا ريم برضو هو الموضوع ده انا اعتقد يعني من زمان يمكن كنا هي السوشيال ميديا زي ما انت بتقولي يا نوران يعني شاركت في الموضوع ده ان هي توصل للناس لا ان هو الموضوع ما بقاش للنحافه بس، هو ده اللي يعني نقول عليها اللي هو ده الرول موديل بقى شيب، ان احنا ده اللي هو الشيب النموذجي ان احنا هنمشي عليه ما فيش بعده، لا خالص ده ملهاش علاقه لان الناس اذواق. في اصلا
يعني انا كراجل ممكن واحد يقول لك احنا كرجاله لا، هتلاقي في اذواق كتير، زي ما العكس في البنات يقول لك لا انا ما احبش الرفع، لا انا ما احبش التخن، لا انا ما احبش عارف الطول الاسر، هي اذواق في الاول او في الاخر. يعني الحلو دلوقتي ان بقى في وعي بقى بده، يعني الاول بالزبط. كنا بنسمع ده من اللي هم الجيل اللي قبلنا اللي هم كانوا عندهم نموذج معين للجمال دلوقتي، وطبعا ده كان بيأثر في البنات بشكل كبير، يعني كان الناس كتير بيجي لها اكتئاب وناس ثقتها في نفسها بتقل، يعني امراض نفسيه كتير بسبب الموضوع ده. فدلوقتي الوعي زاد وبقى البنات عندهم لا انا اتقبل نفسي زي ما انا، اللي مش عاجبني خلاص انا جميله زي ما انا، مش مضطر مثلا اروح اعمل عمليات تجميل او ان انا طول الوقت افتح شعري او ان انا احاول افتح بشرتي او ان انا طول الوقت عم اخس. دلوقتي بقوا يخسوا علشان صحتهم تبقى احسن، مش علشان يرضوا الناس او ان هم. ففكره الوعي دي كمان انا يعني هي دي اكتر حاجه بتميز الجيل الجديد، يعني علشان كده الموضوع مميز جدا عندهم. طب انت يا ريم دلوقتي تقدم لك عريس مثلا رفيع جدا وتقدم لك واحد تاني مليان شويه او في شيب حلو، هتختاري مين؟ بص هو طبعا الشكل بيفرق، والشكل يعني الناس اللي هتقول لك بقى الشكل ما بيفرقش دي مش حاجه صح، مش حاجه صح. بس انا يعني لما اتحط في الموقف هشوف هل انا شخصيته هي متفقه معايا متناسقه معايا. كملي يا ريم. لا معاك ده موضوع بيني وبين شريف بس. اوكي. لكن مطروح هنا على الهوا ما تقلقيش. تمام. يا ستي قلتي لا الشكل ده من ضمن العناصر المهمه، يعني مش عارف ايه كانت نوران قبل كده، معلش يا نوران انا بعتك على الهوا بقى. يعني قالت لا 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 الشكل ده ما يفرقش، انا ما بحبش الراجل اللي شكله حلو اصلا، انا عايزاه كده اللي هو ايه ده شكله وحش الله. لا ثواني، ما هي المصطلح الجديد ده قلت لها مش لازم يبقى فاتن الجمال، يعني هي بتفرق في الشكل مش هو حلو ولا وحش، هي بتفرق صح. هو مهتم بنفسه ولا لا، يعني بيلبس بتناسق كده مهندم مش مبهدل في نفسه. يعني هي دي الحاجات اللي بتفرق في الشكل، مش فكره ان هو بقى رفيع قوي تخين قوي لا، يعني ما هو كلنا كل واحد شكله فيه، يعني كلنا عندنا فيه فوهات، فبس هي الفكره يعني. انا بهتم بنفسي ازاي. صح. يمكن احنا كنا بنتكلم على فكره انه دايما الشكل المثالي او النموذجي زي ما الشريف بيقول كده للسيده ان هي تبقى رشيقه ورفيعه وجسمها مثالي جدا، فبالتالي ده بيأثر عليها نفسيا ان هي بتحرم نفسها من الاكل، من حاجات كتير قوي ممكن تكون هي نفسها تعملها بس مش قادره تعملها عشان دايما تفضل في الشكل ده. ده اكيد بيأثر بشكل سلبي على نفسيه المراه اكيد، ونفس الكلام على الراجل برضو. ده حقيقي طبعا. لا انا بحب، انا معلش يا ريم بس ومعلش يا نوراء، انا بحب الاكل. ما كنت لسه انا لو اديتني فرصه كنت هقول لك، مع انك فت ما شاء الله. يعني كنت هقول لك لا انا من انصار ان الناس تاكل وتتبسط، ويعني موضوع الوزن ده بقى زي ما ربنا كاتبه لنا، زدنا تمام ما زدناش تمام وبعدين نحرق بقى. وبعدين الشاعر الجليل قال لك ده عشق الجسد مش دايم، لكن اللي دايم حلاوه الروح. صح مثلا. شكرا لك يا ريم. شكرا لك يا ريم عشان احنا عندنا بقى هنا كده بيقول درر. والله العظيم يعني مالك يا احمد النهارده في ايه؟ ايوه انا بصراحه مع ان احنا نكون في صحه كويسه وناكل اللي احنا عايزينه. سيبك بقى من الكلام ده كله، قول لي معايير الجمال عندك بالنسبه لك انت ايه؟ انا كان زمان معايير الجمال بنضاره ومن غير نضاره. قال لك النضاره. عايزين نعرف معايير الجمال وانت لابس النضاره غير وانت مش لابس النضاره بعد اذنك. لا هو معايير الجمال حاليا ما بقتش الشكل بس، بقت الروح. بقت الثقافه، بقت الدماغ عامله ازاي، بقت هل انا لما هقعد مع البنت دي ده كلام يعني دبلوماسي. والله انا عايز أبداً. المعايير الشكليه، انا عايز المعايير اللي هي زي نوران قالتها لنا قبل كده. لا والله قالت لك ايه ده راجل وحش الله، هي قالتها كده على الهوا. انا عمري ما هنساها. هي ليها مسكتين يعني لينا هنا عند الهوا، فقره الغنى بتاعتها وتاني فقره. انا انقذتك امبارح من فاروق. انا ما اتكلمتش على الغنى، انا بقول له هي ليها مسكتين برضو. فاروق امبارح حاول يعمل كان عايزه يغني وانا قلت له لا ما تغنيش. لا والله قلت لهم مش هصدقني مش هينفع نور هيقطع. طب معايير الجمال انت في نظرك عامله ازاي؟ طيب انا هقول لك حاجه، معايير الجمال هي بتختلف ممكن يعني. انا عندي اجابه للبنات، انا عندي معايير الجمال للبنات. انا هقولها، معايير الجمال بصفه عامه حاجه، ومعايير الجمال مع العشره حاجه تانية. عايزه انهي منهم؟ لا العاديه. العاديه مش مع العشره. لا بصي هقول لك حاجه، العاديه ممكن يكون الشكل من ضمن اللي احنا هنقول مثلا 5 نقط او 10 نقط، يعني هسهلها لك. يفرق معاك مثلا البنت تبقى رشيقه ولا عاديه، تبقى ممتلئه ممكن. يفرق معاك مثلا لون بشرتها ولا لا. يفرق معاك مثلا شعرها يبقى ناعم ولا شعرها. انت عايزه راي شخصي الشخصي لا يعني.
انا مش قصدي كرأي شريف، انا رأي راجل مثلا بالنسبة للمعايير الجمال اختلفت، فحب اعرف رأيكم. انا مثلا بالنسبة لي البنت الجميلة، انا لما اقول على واحدة جميلة انا بحب جدا البنات السمراء اللي شعرها كيرلي، اللي هو الستايل الجيبسيان ده اللي هو الغجري، انا بحب جدا الستايل ده. لما بشوف بنت كده بقول لها انت جميله، بتلفت نظري. بحب الممثلات والمودلز اللي بالجمال وبالشكل ده، وممكن كمان مش لازم تبقى يعني رشيقه جدا او يبقى جسمها مظبوط قوي. انا بحب مثلا البنت تبقى رفيعه جدا او تبقى عندها يعني لا الكيرفز العاديه اللي ربنا خلقنا كلنا بيها. المهم ان هي تبقى يعني اي حاجه تلبسها تبقى شكلها حلو بيها. انا معاكي في الرأي ده. انا لا انا معاكي جدا في ده حقيقي. واهم حاجه ان هو اصلا الشخص بيبقى يعني جميل ان هو باهتمامه بنفسه، يعني اهم حاجه بتبقى في الشخص الاهتمام، اهتمام بالنظافه بالتفاصيل طبعاً لبسه. طبعا دي حاجه ملهاش دعوه بالماركات ايه، براندات ايه، ملهاش اي علاقه. المهم تناسق الالوان، اسلوب الكلام، الطريقه عامه في التعامل، هو ده يعني. اللي هو يعني ياخدوني قدوه اليوم. قول احمد الخطيب، قول احمد الخطيب كده. طيب يا جماعه احنا الحمد لله الفقره دي عدت على خير تحت راس احمد الخطيب، فهنطلع لفاصل كده ونرجع كده نستقبل مع حضراتكم يعني المخرج معتز حسام، يمكن يكون هو فعلا من اهم المخرجين اللي ظاهرين على الساحه الفنيه في اخر كام سنه. نطلع لفاصل ونرجع كده نعرف ايه حكايه المخرج الكبير طبعا معتز حسام. تابعونا.